وفي الليل ظهر له السيد المسيح وقال: تشجع، فكما أديت الشهادة عني في القدس يجب أن تؤديها في روما أيضا. وفي صباح اليوم التالي اجتمع أكثر من 40 رجلا من اليهود سرا، وحرموا على أنفسهم الطعام والشراب إلى أن يقتلوا بولس. فذهبوا إلى كبار الأحبار والشيوخ وقالوا لهم: لقد أقسمنا ألا نذوق طعاما أو شرابا إلى أن نقتل بولس، فلتطلبوا من القائد أنتم وباقي أعضاء المجلس أن يحضر بولس أمامكم بحجة أنكم تريدون إعادة التحقيق في تهمته، ونحن سنكون مستعدين لقتله في الطريق قبل وصوله إلى المجلس. لكن ابن أخت بولس عرف بالمؤامرة، فذهب إلى المعسكر وأخبر بولس عن خطتهم. فطلب بولس أحد الضباط وقال له: من فضلك خذ هذا الشاب إلى القائد، لأن لديه شيئا مهما يريد أن يخبره به. فأخذ الضابط ابن أخت بولس إلى القائد وقال له: السجين بولس طلب مني أن أحضر هذا الشاب إليك لأنه يريد أن يخبرك بشيء. فأخذ القائد بيد الشاب وسأله على انفراد: ماذا تريد أن تقول لي؟ فأجاب: قد اتفق اليهود على أن يطلبوا منك إحضار بولس إلى مجلسهم بحجة إعادة التحقيق معه، فأرجوك ألا تسمع لهم، لأن أكثر من 40 رجلا قد أعدوا كمينا له بعد أن حرموا على أنفسهم الطعام والشراب إلى أن يقتلوه. فقال له القائد: لا تخبر أحدا بأنك أعلمتني بهذا الأمر. بعدها استدعى القائد 2 من ضباطه وقال لهما: جهزا 200 جندي و70 فارسا و200 حامل رمح الليلة بحدود الساعة 9 ليذهبوا إلى قيصرية، وكذلك دواب ليركبها بولس، ورافقوه حتى يصل سالما إلى الحاكم فيليكس. وكتب رسالة إلى الحاكم قال له فيها: من القائد كلوديوس لسياسة إلى سيادة الحاكم فيليكس بعد التحية، هذا الرجل أمسك به اليهود وكانوا على وشك أن يقتلوه، لكني لما عرفت أنه مواطن روماني أسرعت بجنودي وخلصته من أيديهم. ثم أردت أن أعرف التهمة التي يوجهونها إليه، فأخذته وأوقفته أمام مجلسهم، فوجدت أن التهمة سببها اختلاف على أمور تخص شريعتهم وليست بسبب جريمة تستوجب الإعدام أو السجن. بعد ذلك بلغني أن اليهود دبروا مؤامرة لقتله، فأرسلته إليك فورا وأبلغت المدعين عليه بأن يرفعوا ادعاءهم ضده إليك. وتنفيذا لأوامر القائد، وفي اليوم التالي سلموا الرسالة وبولس إلى الحاكم. فقرأ الحاكم الرسالة وسأل بولس عن مسقط رأسه، ولما عرف أنه من مقاطعة كيليكية قال: سأسمع قضيتك في حضور المدعين عليك. ثم أمر الجنود بحراسته في السجن الذي في قصر هيرودس.